الدورة ما بتجيلها بيحصل عندها مشاكل جسدية صحية كتير. يعني بتحس بألام ولا أكيد يا فندم مشكلاتها هي ألام بتقول ليه؟ الفول السوداني الألم من ألم الدورة الشهرية الفول السوداني ده السوداني اللي احنا بنسميه؟ برافو عليك الفول السوداني لو حدنا من 7 من 8 ل 10 حبات حلو جدا بس قبليه برضو بتناول السمسم مع كوباية مية دافية بقى وبعدها بشوية أبدأ أتناول الفول السوداني بتحس النتيجة فورية وتناول الكراوية مفيد جدا ليها مشروب الكراوية زي الشاي الكشري عادي خالص وأتركه لمدة 10 دقايق بعد كده أصفيه وأشربه ده من الحاجات الرائعة جدا لتقليل آلام الدورة الشهرية كويس أوي بتيجي في تقلصات فده بيفك تقلصات هي دي الفكرة صحيح.